ماشي نحضر اللبن بالبيت. شفت حضرينا اليوم؟ عندك حليب بودرة رح تخلص مدتهم ما ننسيهم فيهم لبن؟ يلا طنجرة نحط فيها الماي، كل لتر ماي بدنا 3/4 كوب حليب، وهلأ رح ندوب الحليب بالماي. حط الحليب على النار ليغلي. بعد ما غلى الحليب ما بنخليه يفور، هلأ بنطفي النار. رح نترك الحليب يبرد وبعدين بنضيف اللبن. كيف بدنا نتأكد انه صار فينا نحط اللبن بالحليب؟ لبسنا جلافز، بنحط اصبعنا بالحليب ومنعد للعشرة. بما انه قدرنا نتحمل حرارة الحليب فهلأ صار فينا نزيد اللبن. ولاتنين لتر حليب بدنا كباية لبن يلي هو الروب او الزبادي. رح نحركهم كتير منيح، بدنا نغطيهم، منلفهم بالهرام ومنغطيهم 12 ساعة بدون ما ندقرهم. وهلأ يه وين اللبن؟ طبعا بعد ما تركتهم 12 ساعة شلتهم على البراد. وهيدا اللبن. بسم الله، قول بسم الله ونعمل ما شاء الله يجنن. ايه دايبين؟ وهيدا اطيب لبن شغل بيت فيك يا مجرة. مش ده وين رايحة؟ تسبحي فيها مرة واحدة شو رأيك؟ تو نحط الحليب. طلعي فيني. لقد هرهل الدموع. شفتي ما اسهل؟ بعد ما نتركهم اوكي اهم شيء انه نلفهم ترن ترن. بنلفهم بالحرام، بنلفهم بالحرام 12 ميلا، بنلفهم بالحرام 12 ساعة ومنغطيهم منيح. وبعد 12 ساعة عم بعد ما تركتهم 12 ساعة يلا نو ما تغطي ايدك مامي. انا وياك نسينا نلبس الروبات تبعولاتنا. ايوه شفتي كيف؟ ولا اسهل من انه نحضر اللبن. باي، بنشوفكم بالوصفة الجاي.